بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في الفيديو ده. انا استعرض عليكم بطريقة رسمية طريقة تحديث او ترقية ويندوز 10 او ويندوز 11 الاصدارات القديمة 21 اتش 2 او 22 اتش 2 او 23 اتش 2 الى احدث اصدار جديد من ويندوز 11 الفيرجن 24 اتش 2 بدون فورمات باستخدام اداة مساعد تثبيت الويندوز. لو لم يتوفر عندك التحديث بشكل رسمي من خلال خدمة التحديثات، لان طبعا زي ما قلنا قبل كده ان التحديثات الكبيرة او التحديثات السنوية بتتوفر بشكل مرحلي او بشكل تدريجي، فممكن لو انك بتستخدم دلوقتي اي من ويندوز 10 او 11 الاصدارات القديمة يكون لسه التحديث ما ظهرش عندك. ولكن طبعا هذه الطريقة للاجهزة المدعومة وليس الاجهزة الغير مدعومة، لان لو جهازك غير مدعوم في الاساس ان التحديث ما بيظهرش معاك من خلال خدمة التحديثات. بما في ذلك ايضا طريقة الحصول على التحديث باستخدام هذه الاداة اللي هنوضحها في هذا الشرح ايضا للاجهزة المدعومة وليس الغير مدعومة. لكن لو جهازك غير مدعوم فتقدر تحدث او ترقي او تثبت ويندوز 11 الجديد 24 اتش 2 باستخدام اي من الطرق اللي استعرضناهم قبل كده لعملية التخطي، واللي هتكون موجودة اسفل هذا الفيديو. فدلوقتي نبدأ في عملية الترقية والحصول على التحديث او تحديث هذا الجهاز الى احدث اصدار من ويندوز 11 24 اتش 2. طبعا في الوقت الحالي ده جهاز 23 اتش 2 اصدار قديم من ويندوز 11. بنفس هذه الكيفية او بنفس الطريقة اللي هنستخدمها في هذا الشرح تقدر انك تحدث اي اصدار قديم من ويندوز 11 او حتى ويندوز 10 بنفس هذه الاداة، ولكن شرط زي ما قلت لحضراتكم انه يكون الجهاز مدعوم. فلو انك ما ظهرش عندك التحديث ومحتاج انك تحصل على التحديث في الوقت الحالي او تحدث ويندوز 11 الاصدارات القديمة او ويندوز 10 الى احدث اصدار من ويندوز 11 الجديد 24 اتش 2 فمن خلال اداة تحديث الويندوز او تثبيت الويندوز 11 انستليشن اسيستنت هتقدر بشكل رسمي انك تحصل على التحديث. هتبتدي في تحميل الاداة من خلال طبعا رابط الموقع هيكون موجود اسفل الفيديو من اول خيار ويندوز 11 انستليشن اسيستنت، هتضغط على داونلود. هتبتدي الاداة تتحمل معاك بشكل مباشر، طبعا حجمها بسيط جدا، هتبتدي انك تضغط عليها الضغطة من رابط التحميل اعلى المتصفح. هتبتدي الاداة تفتح معاك بشكل مباشر وعمل تحقق من جهاز الكمبيوتر ممكن تفتح معاك لاول مرة بهذا الشكل. ممكن هنا لو انك مش عارف ان الجهاز بتاعك يلبي المتطلبات او لا تقدر انك تضغط هنا على جيت بي سي هيلث تشيك اب، التطبيق الخاص بمايكروسوفت لفحص الاجهزة، هتضغط عليه وبشكل مباشر هيفتح معاك الرابط الرسمي لموقع مايكروسوفت ومن ثم التحميل بشكل مباشر. بعد ذلك هيحمل معاك البرنامج، دبل كليك عليه تبدأ في عملية تثبيته، هتوافق على اتفاقية الاستخدام ثم نيكست وصواني بسيطة، بعد ذلك فينش. هتفتح البرنامج او هيفتح معاك على هذه الواجهة. لو ان جهازك مدعوم او هتضغط على تشيك ناو، لو ان جهازك مدعوم فهيكون ده الشكل اللي هيظهر معاك ان جهازك يلبي متطلبات تشغيل ويندوز 11، فهيكون ده نص الرسالة اللي هتظهر معاك this PC meets ويندوز 11 requirements، يتوافق مع متطلبات ويندوز 11. لكن لو كان غير مدعوم فده هيكون نص الرسالة ايضا او ده الشكل اللي هيظهر معاك this PC doesn't currently meet ويندوز 11 system requirements، لا يتوافق هذا الكمبيوتر الشخصي حاليا مع متطلبات ويندوز 11. فزي ما قلت لحضراتكم هذه الطريقة للاجهزة المدعومة. لكن لو جهازك غير مدعوم تقدر تستخدم اي من طرق التخطي اللي هتكون موجودة اسفل هذا الفيديو. بعد ذلك هتقفل كل هذا الكلام وترجع الى اداة التحديث، تضغط على عبارة ريفرش، بعد ذلك اضغط على خيار accept and install وهيبدأ بشكل مباشر في عملية التحميل. طبعا هذا الامر بيستغرق بعض الوقت لانه طبعا بيحمل التحديث من خلال خوادم مايكروسوفت، بعد ذلك هيدخل في مرحلة التثبيت واعادة التشغيل. هنا في هذه الخطوة تقدر انك تقفل اي مهام مفتوحة عندك بشكل عادي جدا، ما تنتظرش مرور كل هذا الوقت. بعد ذلك اضغط على عبارة restart now وهيبدأ الكمبيوتر في عمل اعادة تشغيل. طبعا اثناء اعادة التشغيل هيبتدي في استكمال عملية التحديث، تثبيت التحديثات وما الى ذلك من هذه الامور. بعد ذلك وبشكل تلقائي هياخدك الى سطح المكتب وبخطوات بسيطة جدا تكون حصلت على تحديث او حدثت ويندوز 10 او ويندوز 11 الاصدارات القديمة الى احدث اصدار جديد من ويندوز 11 الفيرجن 24 اتش 2، وطبعا هذه الطريقة بدون فورمات او بدون فقدان اي بيانات.
بس كده هراكم هذا كل ما في الامر، نتمنى نكون افدناكم بهذا الامر، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.